تعالى تعالى، خد خد، ما تكسفش، تعالى تعالى. يا مستر في ايه مالك؟ كان في يا ابني امبولس في التراكزان كنت حاطه، مين اللي حل في الرينجر؟ انا يا عم ما لقيتش ملح فقلت حل على الرينجر وخلاص. شغلت مخي يا شغلت عمي. مخك ايه يخرب بيتك يا ريتك ما شغلت مخك يا فاشل يا فاشل. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. يبقى النهارده هنتكلم على الرينجر. ايه انواع الرينجر؟ هتلاقي ان في 3 انواع للرينجر: الرينجر انجكشن، الرينجر اسيتيت، والرينجر لاكتيت. عامه ان الثلاثه رينجر بيتكونوا من 4 حاجات رئيسيه: الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكالسيوم، باختلاف النسب طبعا ما بينهم. تعالوا يلا نشوف مع بعض اول نوع هو الرينجر انجكشن وايه استخداماته وايه مكوناته. يبقى اول حاجه معانا هو الرينجر انجكشن. طيب ايه مكونات الرينجر انجكشن؟ عامة كل الرينجر بيتكون من 4 حاجات رئيسية: الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكالسيوم. طب انا بستخدم الرينجر انجكشن في ايه؟ اول حاجة بستخدمه علشان ازود حجم الدم، خصوصا في حالات الحوادث لو المريض ده نزف كتير جدا. انا عايز الحق المريض على طول، بعلق له الرينجر انجكشن على ما بنقله الدم عشان المريض ده ما يخشش في حاجة اسمها انهيار في الدورة الدموية بتاعته ويدخل في شوك وكوما وبعد كده ممكن يموت. احب انصح الشباب، اي واحد يحب يعمل حادثة يشرب قبلها باور فاميلي. تاني حاجة بستخدمه في حالات الجفاف الديهايدريشن، لان الرينجر انجكشن فيه معادن كتير. بستخدمه بعد كده في حالات السيفير فوميتنج، السيفير دايارية، ومرضى البيرن، يعني كئ شديد جدا، اسهال شديد جدا، ومرضى الحروق بصفة عامة. انا يكرمه يا رب يا رب. علشان انا بعمل توازن للاملاح والمعادن اللي جوه في الجسم اللي المريض فقدها. بعد كده بستخدمه علشان احفظ فيه الانسجة والاعضاء اللي العلماء بيستخدموها في التجارب في المعامل. حلوة دي، التجديد برضو مطلوب. النقطة الاخيرة دي نقطة بقى مهمة، ان انا ممكن احل فيه الانتيبيوتيك اللي هي المضادات الحيوية ما عدا مجموعة السيفالوسبورن. مجموعة السيفالوسبورن زي السيفيتريكزون. طب ليه ما بحلش فيها؟ السيفيتريكزون اول ما بتحل مع الرينجر الاثنين بيتفاعلوا مع بعض، بتكون لك مادة اسمها كلوريد الكالسيوم. كلوريد الكالسيوم دي عبارة عن مادة لونها ابيض بتترسب في صورة كريستالات بيضاء في الرئة والكلى. طبعا بتعمل لك مشاكل كتير خصوصا في الاطفال حديث الولادة. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ تاني نوع هو الرينجر لاكتيت. الرينجر لاكتيت مش اللاكتيل بتاع الزبادي، ها ركز. اني ما لاقيش زبادي لاكتيل في الثلاجه دايما معايا. عامه يعني الرينجر لاكتيت ما بنستخدموش كتير في شغلنا ولا في الاي سي يو، بس لازم برضو نعرفه لان مشاكله كتير جدا. ايه مكونات بقى الرينجر لاكتيت؟ هتلاقيها هي نفس مكونات الرينجر العادي بس باختلاف النسب، زائد الصوديوم لاكتيت. اللاكتيت دي عباره عن ماده بتروح للكبد علشان يحصل لها ميتابوليزم، الكبد بيكسرها فبيحولها لحاجه اسمها بيكربونيت اللي احنا بنعالج بيه المايلد استوز. شكلك فاهم يا نصه. طب ليه مشاكله كتير؟ لان اتفقنا ان اللاكتيت علشان يتكسر لازم الاول يروح للكبد. طب بالنسبه بقى لمرضى الكبد اللي بتاخد الرينجر لاكتيت، اساسا اللاكتيت مش هيتكسر، فبالتالي هيتراكم ويزيد في الجسم ويعمل لك مشاكل كتير. تاني حاجه معروف عن اللاكتيت انه بيرفع نسبه السكر، بتعمل لك حاجه اسمها الهايبر جلايسيميا، يعني ارتفاع في نسبه السكر. فبالتالي مرضى السكر مش هينفع تديهم الرينجر لاكتيت، فعشان كده اصلا ما بنستخدموش كتير في شغلنا. تالت نوع هو الرينجر اسيتيت. الرينجر اسيتيت مكوناته نفس الكلام، هي مكونات الرينجر العادي باختلاف النسب بتاعته. المره دي بقى اضافوا الصوديوم اسيتيت. طيب ايه الفرق ما بين الاسيتيت واللاكتيت؟ لا ده فرق كبير جدا، ابسطها لك. اتفقنا ان اللاكتيت علشان يتكسر ويطلع لك البيكربونات لازم يروح للكبد، لكن في حالة الرينجر اسيتيت قالك ان الانسجة والاعضاء بتاعتنا عندها الانزيم اللي تقدر تحول لك الاسيتيت لبيكربونيت بسهولة. زي ايه مثلا؟ احنا قلنا طبعا الليفر ده اساسي، بعد كده الماسلز اللي هي العضلات بصفة عامة، والميوكارديوم اللي هي عضلة القلب. فبالتالي هيبقى امن جدا على مرضى الكبد انهم ياخدوه، لانه مش بس الكبد هو اللي هيكسر، لا ده في حاجات تانية تقدر تكسره وتحوله للبيكربونيت. تاني حاجة، انا فاهم الاولانية لما هتقولي تانية. تاني حاجة برضه هيبقى امن على مرضى السكر، لان اللاكتيت كان بيرفع لك نسبة السكر، لكن في حالة الاسيتيت مش هيرفع السكر، فبالتالي مريض السكر هينفع ياخده بكل سهولة. اساسا عملية انك تحول الاسيتيت للبيكربونات اسهل بكتير جدا
انك تحول اللاكتيت للبيكربونات. من اهم بقى مميزات الرنجر اسيتيت ده انه بيمسك في ايونات الكالسيوم، علشان كده بيدوه لو انا عايز احافظ على ايونات الكالسيوم ما تخرجش بره الجسم. بس هو لا لا ولا ده معاك. بص انت شكلك كده زهقت منه. بص بقى يا ماشا، خد بقى الخلاصه، ما ينفعش امشي اي نوع من انواع الرنجر مع الدم. ليه؟ لان الماده المانعه للتجلط اللي موجوده في الدم بتتفاعل مع الكالسيوم اللي موجود في الرنجر، فهتعمل لك طبعا مشاكل كتير. تاني حاجه، ما ينفعش احل السيفيترياكزون في الرنجر، واتفقنا علشان هيطلع لك كلوريد الكالسيوم، ودي ماده خطر خصوصا مع اطفال حديث الولاده. بخلي بالي وانا بدي اي نوع من انواع الرنجر مع مضرات البول او مع مرضى الكلى، لان اساسا الرنجر فيه بوتاسيوم وده ممكن يعمل لك ديسريزميا وكاردياك اريست. اظن كفايه كده علشان ما اطولش عليكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقه بجد تشيرها علشان تعرف غيرك. استغفر الله يا علاء، ده واجبنا استغفر الله. لا ما تحرجنيش اكتر من كده يا علاء، ما تبص كوعي ارجوك ولا كتفي يا علاء، ولا ودني كتير يا علاء.